السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كداني لاباس عليكم سيدي. ولله الحمد. هسا كعيط لك دكتور، اليوم بغيت نسولك على واحد الحديث ما تأكدش منه صحيح ولا لا، الله يخليك. نعم. عنده علاقة بحلقة ذكرى المولد النبوي. نعم. كاين واحد الحديث لا تجعلوا يوم ميلادي عيدا. نعم. عافاك تصحوا لي الله يخليك ومدى الصحة ديالو وزعما الاحتفالات اللي خصنا نديرو بهذه المناسبة إن شاء الله الرحمن الرحيم. نعم. شكرا للأخت فاطمة الزهراء على هذا سؤال وجيه. والحديث ليس هكذا، الحديث ليس بهذه الصحة وليس بهذه الصيغة. الواقع هو أن العلماء اختلفوا في الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء قالوا بأن هذا الأمر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، ولا في عهد الأئمة الأعلام، وإنما وقع بعد القرون الثلاثة الفاضلة، يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كتسمى القرون الثلاثة الفاضلة. والناس فيما بعد في عهد الفاطميين أحدثوا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن المغاربة كانوا سباقين لهذا الاحتفال. لكن ما السبب في هذا الاحتفال؟ وهو ابتعاد الشقة، ابتعاد الزمان. الصحابة لم يكونوا يحتفلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمولده، لأن سنته كانت حاضرة معهم، ولأن حياته كانت بين أظهرهم. ولكن في العهود اللاحقة لما تقدم الزمان ونسي الناس سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يحتفلون بذكرى عيسى بن مريم عليه السلام، ويحتفلون بذكريات أخريات ونسوا هذا النبي الأكرم، هنا بعض العلماء قالوا من المستحب نقوم بإحياء ذكرى مولده لنجدد الإيمان في قلوب المؤمنين أجمعين. بل في السنوات الأخيرة لما كثرت الاعتداءات على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سمعنا في بعض البلاد الأوروبية من يرسم صورا كاريكاتورية لكي يوصم وصمة العار بهذا النبي الأكرم، وسمعنا في هوليود أكبر مراكز السينما العالمية تنتج أفلام تصور فيها النبي صلى الله عليه وسلم صورا لا تليق. هذا جعل بعض العلماء يقولون بأن الاحتفال بهذه الذكرى لم يعد فقط مستحبا، بل أصبح آكدا. لماذا؟ دفاعا على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تكون طقوس الاحتفال؟ طبعا تكون طقوس الاحتفال بإقامة ندوات ومحاضرات لكي نبين للناس تذكير بصور مشرقة بهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وبتعاليمه الإسلامية الراقية، لأنه رسول السلام، رسول الأمن، رسول التعاون، وفرصة لكي تتلاقى العائلات فيما بينها من أجل توطيد علاقات صلات الأرحام والمودة والرحمة ونبذ التباغض والكراهية فيما بينهم. ثم نقوم بزيارات إلى أماكن الأيتام، دور الأيتام ودور العجزة ودور الفقراء وحتى السجون، لكي نقدم المساعدة والرحمة، لأن النبي الأكرم هو نبي الرحمة. وخير احتفال بمولده أن ننشر قيم الرحمة في المجتمع. فالقضية فيها خلاف بين العلماء، هناك بعض العلماء خصوصا بالعربية السعودية يمنعون الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم ليس عندهم يوم عطلة، هو يوم عمل، ولكن لأن تلك البقاع فيها الإسلام بارز وظاهر وكرامة من عند الرحمن. لكن في باقي البلاد الإسلامية يبدأ الإسلام يعيش غربة، ولهذا علينا أن نجدد الإيمان في قلوب الناس، و نقوم باختيار واقتناص أي فرصة من أجل التذكير بسيرة هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وطبعا أفضل ذكريات مولده هو كان يحتفل بذكرى صيام يوم الاثنين. سئل يا رسول الله لماذا تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، ويوم بعدت فيه، ويوم أرجو أن ألقى الله فيه. فهذا في مشروعية الاحتفال. والاحتفال
كان بصيامه صلى الله عليه وسلم. جميل أن نصوم يوم الاثنين اقتداء بالنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وجميل أن العلماء، هذا ليست بدعة، بل حتى لو قلنا بدعة ممكن أن نقول أنها بدعة حسنة، لأن البدعة نوعين، هناك البدعة السيئة والبدعة الحسنة. البدعة السيئة هي التي تقوض أركان الدين وتهدم أحكام الدين، أما البدعة الحسنة فهي التي تقوم بإحياء الدين في قلوب الناس، هي التي تجعل الناس يتشبثون أكثر بدينهم. وسلطان العلماء العز بن عبد السلام كتب في ذلك كتابا ضخما سماه بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، حسنة وسيئة. بل من العلماء ومنهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام من جعل البدعة الحسنة والبدعة الواجبة والبدعة المكروهة والبدعة المستحبة بحسب الأحكام الشرعية. ف احتفالنا نحن بهذه الذكرى يكون بإقامة الندوات والمحاضرات وإقامة الأمسيات القرآنية ومجالس الذكر والمديح واجتماع الأهل والأحباب والزيارات بين العائلات، كل ذلك من مقاصد الدين وبت لروح الإيمان في قلوب الناشئة.